أهلا بيكم طلبة وطالبات مدرسة المنتزه الخاصة الصف الرابع الابتدائي. معاكم ميس مونيكا، والنهاردة هنتكلم عن درس نمو السكان في مصر. أول حاجة هنتكلم عليها ما المقصود بالتعداد السكاني. يعني إيه تعداد سكاني؟ التعداد السكاني هو قيام الدولة بحصر عدد سكانها مرة كل عدة سنوات. نقول مرة كمان، التعداد السكاني هو قيام الدولة بحصر عدد سكانها مرة كل عدة سنوات. من أجل إيه؟ علشان نعرف أعدادهم وتركيبهم من حيث السن والنوع ذكر وأنثى، وكمان علشان نعرف المهنة والتعليم. هنتكلم كمان عن أهمية التعداد السكاني. هو التعداد السكاني ده مهم؟ التعداد السكاني مهم جدا، وهيجي لك سؤال بما تفسر في الامتحان بما تفسر أهمية التعداد السكاني. التعداد السكاني مهم لأنه بيحدد احتياجاتنا من مدارس ومستشفيات ومصانع وخدمات، وكمان بيساعدنا في التنبؤ بعدد السكان في المستقبل. نعرف عدد السكان في المستقبل هيكون قد إيه، فنبدأ نخطط للمستقبل تخطيط سليم. تقوم مصر بعمل تعدادات لسكانها مرة كل 10 سنين، وأول تعداد مصر قامت به كان عام 1882 ميلاديا، وتعتبر مصر من أقدم الدول التي نفذت نظام التعداد السكاني. وخصائص التعداد السكاني، الحاجة اللي بتميز التعداد السكاني إن البيانات اللي بياخدها جامع البيانات في التعداد السكاني بتكون سرية وغير قابلة للتداول، يعني محدش بيعرفها. وبنهاية عام 2005 أصبح عدد سكان مصر 90 مليون نسمة. نتكلم عن تطور ونمو السكان في مصر. عام 1882، وده أول تعداد لمصر، كان عدد سكانها 7 ملايين نسمة. والتعداد اللي بعد كده كان عام 1947، وكان عدد سكان مصر 19 مليون نسمة. وعام 1976 كان عدد السكان 38 مليون نسمة. وعام 1986 كان عدد السكان في مصر 48 مليون نسمة. وعام 1996 كان عدد السكان 60 مليون نسمة. وعام 2006 أصبح عدد السكان 72 مليون نسمة. طبعا احنا واخدين بالنا يا سنة رابعة ان عدد السكان بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. بيزيد، عندنا كان 7 ملايين، 19 مليون، 38 مليون، 48 مليون نسمة، وعندك 60 مليون و 72 مليون نسمة. والفرق بين التعداد عام 1882 وتعداد 2006 66 مليون نسمة. طيب احنا قلنا ان العدد بيزيد، معنى كده ان مصر بتعاني من ارتفاع نسبة نمو السكان. طيب بما تفسر ايه السبب في كده؟ بسبب ارتفاع نسبة المواليد، ان احنا عندنا عدد كبير في المواليد كل عام، وانخفاض نسبة الوفيات. يجي لك سؤال في الامتحان بيقولك ما المقصود بالزيادة الطبيعية؟ يعني ايه الزيادة الطبيعية؟ الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات. الفرق بين ايه؟ المواليد والوفيات. الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. ويجي لك سؤال بما تفسر، طيب ليه بتختلف نسبة نمو السكان من محافظة لأخرى؟ يعني ليه مش كله ثابت؟ السبب في كده لأن الزيادة في أعداد السكان لا يحدث فقط بسبب الزيادة الطبيعية. يعني هو مش بيحصل بس بسبب أن في عدد للمواليد وعدد للوفيات، لأ، في سبب كمان بيتحكم أو بيشكل النمو السكاني في مصر، هو الهجرة. هو الهجرة. طيب يعني إيه الهجرة؟ ما المقصود بالهجرة؟ هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر لفترة زمنية طويلة. نقول مرة كمان يا سنة رابعة، هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة. هنحل مع بعض تدريبات على درس نمو السكان في مصر. السؤال الأول، أمامك خريطة صماء لمصر، وضح ما تدل عليه الأرقام. رقم 1، محافظة جاذبة للسكان، هتكون الإجابة الأسكندرية. رقم 2، بحيرة، هتكون الإجابة بحيرة ناصر. رقم 3، محافظة جاذبة للسكان، هتكون القاهرة. رقم 4، البحر الأحمر. السؤال اللي بعده، ضع علامة صح أو خطأ. 1، أجري أول تعداد
في مصر عام 1982؟ الإجابة غلط، لأن أول تعداد كان في مصر كان عام 1882. رقم 2، يزداد أعداد السكان في المناطق المستقبلة للسكان. الإجابة صح. رقم 3، تقوم مصر بعمل تعداد سكاني مرة كل 5 سنوات. الإجابة غلط، تقوم مصر بعمل التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات. رقم 4، محافظات الدلتا مناطق طاردة للسكان. الإجابة صح، الإجابة صح، الدلتا من المحافظات الطاردة للسكان هي ومحافظات الصعيد. رقم 5، الهجرة الداخلية، انتقال الأفراد من مكان إلى آخر خارج الدولة. الإجابة خطأ، مش خارج الدولة، داخل الدولة. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة. 1، من المحافظات الطاردة للسكان، ومديك الاختيارات القاهرة، الإسكندرية، ومحافظات الحدود، هتكون الإجابة محافظات الحدود. رقم 2، عملية حصر السكان تسمى تعداد سكاني، تسمى تعداد سكاني. رقم 3، معانا في الاختيارات، يتم التعداد السكاني في مصر كل 6 ولا 8 ولا 2 ولا 10 سنوات. الإجابة 10 سنوات. رقم 4، ترجع الزيادة في أعداد السكان في مصر إلى نقط والهجرة، هتكون الإجابة الزيادة الطبيعية. رقم 5، يتم التعرف على أعداد السكان وتركيبهم من خلال التعداد السكاني. سؤال بما تفسر. رقم 1، أهمية التعداد السكاني. أهمية التعداد السكاني إن بيفيد التعداد السكاني في تحديد احتياجاتنا من مدارس ومستشفيات وغذاء ومصانع وخدمات، وبنتنبأ بأعداد السكان في المستقبل، فنخطط لهم تخطيط سليم. رقم 2، هجرة السكان من مكان لآخر. هجرة السكان أسبابها 3 حاجات: 1، البحث عن فرص عمل أفضل، 2، التعليم، 3، الحصول على أجور أعلى لتحقيق مستوى معيشي أفضل. رقم 3، بما تفسر تعاني مصر من ارتفاع نسبة نمو السكان بسبب ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات في مصر؟ أدى إلى ارتفاع معدل نمو السكان في مصر. رقم 2، ما النتائج المترتبة على إجراء التعداد السكاني في مصر؟ أدى لتحديد احتياجات الدولة من مدارس ومستشفيات وغذاء ومصانع وخدمات، والتنبؤ بأعداد السكان التي سيصل إليها بلدنا في المستقبل، فنخطط لهم تخطيطا سليما. السؤال اللي بعده، قارن بين 1، الهجرة الداخلية، والهجرة الخارجية. الهجرة الداخلية انتقال الأفراد من مكان إلى مكان آخر داخل حدود الدولة، زي هجرة السكان من الريف إلى المدينة. أما الهجرة الخارجية، انتقال الأفراد من دولة لأخرى، زي هجرة المصريين إلى دول الخليج العربي. رقم 2، المحافظات الطاردة والمحافظات الجذبة. المحافظات الطاردة للسكان بيخرج منها السكان بحثاً عن العمل أو أجور أعلى أو تعليم، زي محافظات الصعيد والدلتا. أما المحافظات الجاذبة للسكان، يهاجر إليها السكان من المحافظات الأخرى زي القاهرة والأسكندرية. وبكده نكون انتهينا من حل تدريبات درس نمو السكان في مصر. شكرا لكم.